إذن متابعينا الكرام، دائما من مطار محمد الخامس لحظات قليله وغادي تكون اقلاع ديال الطائره اللي غادي تمشي ان شاء الله من بلادنا من الى القاهره من اجل واللي كتضم عفوا وفد صحفي اللي كتقودو الجمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين واللي كيضم اكثر من 40 صحفي من اجل تغطيه مباراه نهائي الكاس ديال الكاف، مباراه كبيره متابعينا الكرام، مقابله لكل الجماهير المغربيه ماشي غير الجماهير ديال بركان اللي كتسنى في هذه المقابله ديال الاياب مع السي باسور اللي غادي يعطينا يعني بعض من تفاصيل هذه الرحله. واخا مكلم السي باسور، مرحبا. هذا كذلك غنمشيو عند الزميل السي تويزر، مرحبا. جلول تويجر جريدة المنتخب، فكان أعتقد بأن اليوم رحلة جديدة مع الصحافة الرياضية، وهذه مناسبة أننا نقدم خالص الشكر والامتنان لزميلنا الأستاذ إدريس شحتان رئيس الجمعية الوطنية للناشرين اللي في الحقيقة يسهر بجانب فريق العمل دياله من أجل أن الزملاء الصحفيين يشتغلوا في ظروف مريحة وأيضا ينتقلوا إلى القاهرة في ظروف أكثر من مريحة، خاصة بأنه اليوم تنعيش لما عائلية بين مكونات ديال الصحافة الرياضية، وكان أعتقد بأن هذه أمور ربما لم نعيشها في السابق، ولكن اليوم كنظن بأن هذه فكرة محمودة ويجب أن نشكر عليها السي إدريس شحتان لأنه دائما يقف إلى جانب كل الزملاء الصحفيين اليوم بزي موحد أيضا ولكن يختلف عن الزي السابق. نحن نحمل اليوم اسم البلد ديالنا موروكو اللي نفتخر به كوطن عنده يعني مقومات مؤسسات تاريخ عريق في كل المجالات، نفتخر اننا اليوم كصحفيين نحمل اسم موروكو ونحن نفتخر بلدنا كما قلت بان غنكونوا اخير سفراء بالقاهره بنفس يعني اسم المغرب سيكون حاضرا بقوه في استاد القاهره وايضا في كل شوارع القاهره لكي نمثل بلدنا وايضا نقدم الرساله النبيله ديال الصحافي الرياضي الذي ينقل للوطن هذا الوطن الجميل الوطن الرائع موروكو الذي سنقل لكل الجماهير المغربيه المتواجده في البلد الحبيب غادي كل صغيره وكبيره في هذه الرحله. واجدد الشكر والامتنان لإدريس شحتان وكنظن بان هذه فكره نجحت في كوت ديفوار واليوم اكيد غادي تعطي الاكل ديالها في القاهره واكيد الالعاب الاولمبيه وكاس العالم اللي جاي 2030 كاس افريقيا 2025 كل المحطات البارزه والمحطات العالميه والافريقيه اكيد غادي تشهد واحد قفزه كبيره على مستوى الصحافه الرياضيه واكيد على ان اذا كان المغرب اليوم نجح في تنظيم كل التظاهرات الرياضيه فكنعتقد بان هذه الفكره التي يقودها ادريس الشحتان فكنظن بان غادي نكونوا في مستوى التطلعات في مستوى الطموحات وفي مستوى ما تعيشه بلادنا اليوم من تنميه شامله في كل المجالات. بارك الله عليك. شكرا. لسجلوا المتابعين الكرام يعني كانت هذه كلمه 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 ديال الصحفي الرياضي سجلول حول الرحله وحول كذلك الجمعيه اللي كتنظم هذه الرحله وبعد التجربه الناجحه ديال كوت ديفوار الان تجربه ثانيه تمثيل بلادنا سعيسة 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 الناس ديال الصباح. السلام عليكم. السلام. الله يبارك فيك سعيسة، كيفاش كتشوف هذه الرحله اليوم وهذه الاجواء الاخويه اللي كنعيشوها هنا قبل الانطلاق ديال الرحله؟ طبعا اجواء استثنائيه وهي التجربه الثانيه من نوعها بعد تجربه سان بيدرو. اظن بانه الجمعيه الوطنيه للناشرين والاعلام حققت واحد المكسب جديد ومكسب مهم بالنسبه للاعلام الرياضي من خلال تنظيم تنقلات الصحفيين من اجل تغطيه مواكبه تغطيه اعلاميه جاده وهادفه. واظن بانه هاد البادره ما غادي تخدم الا الجسم الرياضي من اجل مواكبه احداث رياضيه اخرى وبالتالي يعني انخراط في تنميه كره القدم المغربيه التي تشهد تطورا سواء على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخب الوطني. وحضورنا لنهائي كاس الكاف بين نهضه بركان والزمالك يجسد بحق الاصرار الصحافه المغربيه على مواكبه الاحداث الرياضيه. شكرا شكرا سعيسة القمحي ممثل جريدة الصباح. متابعينا الكرام وكذلك اخ وصديق سي سمير متوكل سي باسور.
سيباستور واحد الكلمة، واحد الكلمة يعني حول هذه الرحلة إن شاء الله اللي لحظات قليلة على انطلاق ديالها، أجواء أخوية، أجواء أكثر من رائعة، في تجربة ثانية ناجحة للجمعية ديال الإعلام والناشرين، كيفاش كتشوف الأجواء سيباستور؟ يعني بعد التجربة اللي كانت في كأس إفريقيا الأمم في الكوت ديفوار كان فيها 140 صحفي، في التجربة الحالية كاين 40 صحفي غيمشيو مع فريق ناس بركان من أجل مواكبة المشاركة ديالو في النهائي كأس الكاف مباراة الإياب اللي كلنا أمل أنها تنتهي بفرحة بركانية مغربية ونتوجوا باللقب كأس الكاف. كاين ارتياح كبير عند الصحفيين، كاين انسجام كبير، ارتياح بسبب الظروف المتوفرة على مستوى النقل الجوي، على مستوى الإقامة، على مستوى أيضا النقل الداخلي في القاهرة، باش الصحفيين يركزوا على المهمة ديالهم الأساسية اللي هي نقل الخبر كتابة، المستوى السمعي والبصري أيضا، لأن الأمور اللوجستية كلها متوفرة. ونتمنوا يعني ان المباراه ديال الاحد تنتهي باحتفال مغربي ونتوجوا بكاس الكاف، يتوج بفرق ناس بركان، وتكون يعني يضاف لسجل الانجازات ديال الانديه المغربيه على المستوى الافريقي. تبارك الله عليك سيباستور. متابعينا الكرام، يعني غادي نختم معكم هذا المباشر ان شاء الله. ولكن سامع دن متابعينا الكرام، غادي نختم معكم هذا المباشر ان شاء الله الى حين اننا لحظات قليله كيف ما قلت هو غادي يكون انطلاق ديال الرحله متابعينا الكرام في اتجاه مطار القاهره، مطار الدولي بمصر. متابعينا الكرام ان شاء الله غادي نرجعوا لكم وغادي نوفيكم بكل المستجدات هذا النهائي التاريخي بين نادي نهضه بركان والزمالك المصري. متابعينا الكرام تبارك الله عليكم، الى اللقاء.